السلام عليكم إخواني الأفاضل، تحياتي لكم، صباحكم سعيد. في هذا الفيديو اليوم سأطرح عليكم طريقة تطعيم التين أو الكرموس بطريقة العين أو بالعين، بطريقة الرقعة، بالرقعة على بركة الله. بعدما أخذت هذا القلم من شجرة التين أريد أن أركبها على هذا النوع من عنق الحمام لتصبح لدينا نوعين من التين على شجرة واحدة. نقوم بقص الأوراق هكذا، وبعد ذلك أريد أن أستخلص هذا البرعم بهذه الكيفية. كما تشاهدون نقوم بأخذ هذا البرعم ونطعمه بهذه الطريقة، وهي بالرقعة. نقوم بنزع هذا الجزء الداخلي للبرعم كما تشاهدون هكذا بهذه الكيفية. هكذا نتحصل على هذا البرعم بهذه الكيفية بطريقة الرقعة. وبعد ذلك مباشرة نذهب إلى حامل الطعم ونحدث هذه العملية بهذه الطريقة. نقوم بالمقاس نفسه الذي قمنا بنزعه بالبرعم هكذا، طريقة جد سهلة ومجربة وناجحة بنسبة جد عالية. نقوم بتحضير المكان لهذا البرعم بهذه الكيفية كما تشاهدون سيرا العصارة، مع العلم أن هذه العملية هذا هو الوقت المفضل لها، إلى غاية أي من بداية شهر ستة، من بداية شهر ستة إلى غاية نهاية شهر تسعة، أي منذ بداية شهر جوان إلى نهاية شهر سبتمبر كما تشاهدون إخواني الأفاضل. يأخذ مكانه هكذا، مباشرة تأتي عملية الربط عليه بهذا الشريط من السيلوفان الخاص للتطعيم، عملية مجربة وناجحة إن شاء الله عن تجربة. نقوم بالربط هكذا عملية سريعة ونجح إن شاء الله. لا نغطي هذا البرعم لأنه الذي يظهر هنا وراء هذا كما تشاهدون، لا نغطيه لأنه سوف يخرج هنا. بعدما قمنا بالربط الجيد هكذا وإن أردتم التأكد من نجاح العملية ما عليكم إلا أن تقوموا بعد 5 أيام بالتأكيد بالضرب هذا باليد هكذا، إن سقط فالعملية ناجحة، وإن أصبح لونه أسود فالعملية غير ناجحة، وإن تركناه لمدة أسبوع سيسقط لوحده. وصلنا إلى نهاية
العملية. وصلنا إلى نهاية العملية، لا تنسوا الدعم والاشتراك للقناة ليصلكم كل جديد. تحياتي لكم إخواني الأفاضل، وإلى فيديو آخر إن شاء الله، والسلام عليكم.